راك غادي نبحمش باش نحل المشكل ديال العيشه قنديزه. وات ذا فاك الدراري بزاف، وات ذا فاك، واش غادي ننتحر حتى هو؟ يو واتس اب سايكو سكواد. سو اليوم الخوت الحلقه الاخرانيه ديال انا ملي تزوجت بعيشه قنديزه ماذا فاكرز. سو بليز سمعوني شنو نقول لكم دابا. شو انجاك خليني ندوي معاهم اخويا. انت باغي تعدني انت؟ لا عدني عد هانش عد 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 بغيت تشعد سير تلعب. وانا لي مصيبه هاد القطه ديجا تجيب لي مسكون، انا تجيب لي مسكون تقتبا لكم نتوما. خوش غادي تطفيو الضو غادي تجهدوا لي زياج كاملين، انا غادي نحاول ما نغوتش باش ما نصمكمش الا درتو لي زياج. ركزوا معايا مزيان باش غادي تعيشوا في واحد الجو ديال الرعب اللي ما عمركم عشتوه في حياتكم كامله. اي فاكين بروميس يو، الله يجي كنوعدكم وحق الرب. سو سايكوز، بما ان هذه هي اخر حلقه في هذه الفاكين قصه، نتوما غادي نبدا قصه رعب المتابعين. غتبلبل في هذا الشيء بالمزيان. غتبدا دابا غدير بوز غتكتب القصه ديال كامله ومراكم الفيديو. المهم انا ما سوقش شوف انا ملي يكون الفيديو بادي انت ما تكونش في لي كومونتير، انت خصك تكون متبع معايا، ما تكونش لاعي مع شي حاجه باش تركز معايا مزيان وتخلع. سو ليتس فاكين جو. صافي يا هذيك وصلنا للمقبره. اون فوا وصلنا جرني سعد قال لي انت كيفاش دخلنا هذا الفقيه هذا راه ما ارتحيتش لي انايا. قال لي كيفاش هو حافظ الدنيا هنايا، يعني حافظ الغابه احسن مني انايا، وكيفاش ما طلب منا لا فلوس لا والو. المهم اخويا انس انا راه الفقيه هذا راه ما ارتحيتش لي بالرجوله. قلت لي شوف خي سعد راه انا والله ما ارتحيت لي. شوف اخي سعد غادي نشبعوا الكذاب حتى الباب الدار. مشيت عنده قلت ليه خي الفقيه خي شنو البروغرام اخي بغيت نقلق له فهمتيني. قال لي صبر حتى المغرب وغادي نبداو. ايوا الوقت كامل وانا بالي مشغول وحتى واحد ما كيدوم على اخر، عرفتي السكات والسقيل. انا لاهي غير مع داك الفقيه وتنحاول نفهم شنو تحت راسو فهمتيني، نواني بالرجوله. وصل العصر هو ينوض قال لنا غادي نبداو دابا باش ملي ود المغرب يلقانا خدامين. بقيت كنشوف فيه وانا نقول خدامين. قلت ليه اصل الفقيه خدامين فاش فاش خدامين؟ قال لي الا بغيتي نحل لكم المشكل خدم وسكت. عارف راسو ولد الحرام بلي ما نقدر نقول ليه والو فهمتيني. هو عارف بلي راه هو الحل ديالنا الاخر فهمتيني، يعني الا زاق منا الفقير غادي يبقى معنا هذا المشكل حياتنا كامله. داك الشيء علاش ما قدرت نقول ليه شي حاجه. صافي يا هذيك مشى جاب الخنشه اللي جاب معاه وجبد واحد الصندوقه وجبد منها واحد العصا وثلاثه ديال البالات اللي قال لنا بلي غادي نحفروا بهم فهمتيني. ملي جبد هذا الشيء كامل عطانا شي قراعي وقال لنا باش نخبوا علينا هذا الشيء. كنحل القرعه كنلقى داك الشيء احمر داير بحال الدم. بقيت كنشوف فيه قلت ليه خويا الفقيه وات ذا فاك از ذا شنو هذا الشيء. قال لي هذا الدم ديال الحلوف غير سمعته وانا نسنق عليه. قلت له واش تطيت ولا مالكوش باغيني نخشي لك شي كلاك ولا مالك؟ قلت له راه اليوم غادي نحار دين امك واش انت مريض ولا مالك؟ والدراري صحابي شادني قال لي يا خويا انس راه هذا هو الحل اللي كاين، الا ما بغيتيش ما كاين حتى شي مشكل انا ما خسر والو، نجمعوا قلوعنا ونمشيو في حالنا. بقيت كنشوف فيه بحال هكا مغزف عليه وانا نشد القرعه وانا نكبها عليا وانا نتمر في الدراري بحال هكا. صافي شافوا فيا تخلعوا حتى هما هما يخويو عليهم داك الشيء حتى هما. انا بالرجوله تخلطوا عندي الاحاسيس ديال الندامه مع الكره لذاك خونا ما كرهتش نذبحو تماك ناري بالرجوله ما كرهتش نقتلو حقاش عصبني بزاف. صافي من مورا هذا الشيء جلسنا الوسط هو بدا كيرسم واحد الدائره وديك الدائره كاين وسط واحد الدائره عاوتاني بقى غادي حتى وصل ثلاثه ديال الدوائر. هو جبد واحد الحمش وعيط ليا قال لي نوض بالزربه قبل ما يأذن المغرب. انا تنقول اش هاد الزمر وات ذا فاك شنو باغي تاني. عطاني الموس والحنش وقال لي ذبح هذا والدم ديال ذاك الحنش رسم به فوق هاد الخطوطه. عطاني حنش وقال لي نذبحو. وات ذا فاك غادي نذبح حنش باش نحل المشكل ديال العيشه قنديجه. وات ذا فاك الدراري بزاف تنكريت وتخلعت وحق الله. صالح حتى انايا ماشي من العاكزين عم سافج از فاك فهمتيني. خطفت ليه داك الشيء من يدو بالزربه وقلت ليه راه تشوف داك الشيء وجريت الحنش راسو حتى بدا الدم كيرش تيرش رش تيرش رش فهمتيني. وانا بالزربه درت داك الشيء اللي قال لي يعني رسمت فوق دوك الخطوطه شي حوايج ورجعت عند الدراري اللي شادهم الرعب ديال بصح مخلوعين. غير اذن المغرب هو بدا كيقرا في القران ولاح ليا اللعيبات باش غادي نحفروا بهم اللي هما البالات ومعاهم واحد الميكا شنو فيها ما نعرفش. سال الاذان ديال المغرب وهي تبدا الضبابه كطيح والغوات بدا وكيبانوا لنا الخيالات قدامنا كيدوزوا حنا كنشوفوا فيهم والظلام والضبابه ناري الهربه. ما بقيناش كنشوفوا سعد والفقيه غير الخيالات هما اللي كنشوفهم قدامنا والصوت ديال الذئاب عرفتي بحال هذاك الديب حدانا ناري الرعب ديال بصح. انا حليت الميكا وهنا فين كانت الصدمه ديال بصح لقيت فيها يدين ديال بنادم وموس وات وجوج وراق وحده فيها اش خاصنا نديرو. وملي قريت ديك الورقه لقيت بلي خصني ندير الموس في اليد ونكتب داك الشيء اللي في الورقه وخصني نكتبو في الارض
ونبداو نحفروا. ناري ملي شديت هذيك اليد زاد الغوات ديال الدياب والضبابة ودوك الخيالات، عرفتي راه واحد الرعب والله ما نقدرش نصرح لكم واحد قرب. غير بديت كنكتب هذوك الخيالات ولاو كيوصلوا حتى عندنا ولاو كيرجعوا عرفتي بواحد السرعة بزاف. نخلي لكم المنظر نتوما تخيلوه عرفتي الرعب. بدينا الحفير والصداع غادي وكيتزاد بشويه بشويه. ملي بدينا الحفير وقربنا نساليو داكشي صافي ولا كيوصل حتى لعندنا وكيحبس. مورا واحد 30 دقيقه ديال الحفير وصلنا لواحد الصندوق. ملي جبدناه حسينا بالتبوريشه وسمعنا واحد الغوشه اللي خايبه بزاف. وموراها صافي الكالم عرفتي السكات او صافي سالينا زعما واش صافي المشكل تحل. غير السكات وبشويه بشويه بدينا كنغيبو من وراها صافي ولينا كنشوفو غير الظلمه. غيبنا وملي غادي نفيقو غادي نلقاو راسنا مليوحين في نفس البلاصه وسعد حتى هو كان معانا مغيب. ولكن وات ذا فاك الفقيه فين هو الفقيه؟ بقيت كنشوف بحال هكا وكذا وكندور في عيني اكتشفت بانه دا داكشي اللي جبنا وهرب. مشينا حنايا كنجريو عن سعد لحقاش كان ساليه الدم من راسو يعني واقيلا غادي يكون طاح ولا شي حاجه. المهم سعد بقى مغيب بقينا حداه حتى فاق وقلنا ليه عاودينا البلان ديال داك الفقي التام راس طارو. انا الشك ديالي كان في محله بالرجوله. ملي طاحت الضبابة غادي يكون غبر علينا سعد وغادي يكون ضربو راسو باش يغيب. يعني داك الفقي كان مخطط لهذا الشيء من الاول وهاد المسرحيه كامله دارها غير باش يجبد ديك الخزنه اللي ما كانش يقدر بوحديتو يجبدها. كان خاصو شي واحد مسكون اللي هو انايا. ولكن بلاتي واخا نقولوا هذا السيناريو كامل وكذا زعما غادي نكونوا تفكينا من هذاك الشيء. يعني هذيك اختنا ما غتقتلني ما والو، عايشه قنديشه ما غدير لي والو، يعني ما غيكون لا موت لا والو. لحقت كنحس براسي فريمون مخففه القضيه فهمتيني، يعني بحال تفوت كنحس براسي ولات خفيف بحال ما بقيتش مسكون فهمتيني. ولكن الخوت راه حالتنا كامله دم فهمتيني، يعني خصنا نغسلو. الا شافوني البوليس فين الدم يديوني للكوميساريه يديروا معنا شي تحقيق ولا شي حاجه نصدقوا مضيعين الوقت عاوتاني. مشينا حنايا وسعد لواحد البلاصه ديال العمان بقينا كنعومو فيها مزيان وكذا غسلنا حالتنا مزيان وكذا ومشى هو يجيب لينا ما نلبسو من الدوار ديالهم. صافي من موراها شدينا الطريق ديال الجديده عاوتاني تواعدنا مع سعد وكذا وقلنا ليه هادشي بقى بيناتنا اخي سعد خاص حتى حد ما يسيق الخبر. انا كان فاتني الصداع دونك انا اللي غنسوق فهمتيني، لحقاش كان راسي كيضرني ودابا مبقاش راسي كيضرني دونك انا اللي غادي نسوق. وهي هذيك الخوت وصلنا للجديده وهمنا راسنا، يعني بدينا كنكذبوا على راسنا باللي راه داك الشيء فاش ديال الجنون وكذا، حنا مسكونين داك الشيء فاش، حنا ما متاكدينش ولكن غير كنوهموا راسنا. صافي وداز الصيف، كان كلشي رجع للطبيعه ديالو حتى نهار عيط لي سعد وقال لي باللي راه عيط ليه سمير خوه وقال ليه باللي داك الفقيه لقاوه مذبوح وسط دارهم. وات ذا فاك يعني هاد الشيء راه مازال ما سالاش، راه واقيلا عاد غادي يبدا. وات ذا فاك حنا بالرجل كان كيسحب لنا بلي راه صافي راه سالينا من هاد القصه هادي والنهايه راه كملات زوينه. واخا كان فينا الدم النهايه كان زوينه لحقاش بعد على الاقل داكشي غادي يكون سهل. ولكن الخوش كنا غالطين، الفقيه لقاوه مذبوح وسط دارو، هو ما دارش هادشي بوحديتو، حنا كنا مشاركين فيه ولو بطريقه غير مباشره. المهم حنايا عندنا دور في هادشي وكنا مشاركين فيه، يعني نوبتنا جايه، يعني واش غادي نتذبحوا؟ وات ذا فاك. جمعت الدراري في القهيوه وقلت لهم باللي الفقيه راه لقاوه ميت اخوتي وما لقاوش اللي قتلو. احتمال انه ما يكونش ماشي طبيعي عالي بزاف، يعني راه غادي يكون بسبب داك الشيء اللي جبدنا. الدراري تصدموا بزاف وبانت الخلعه في وجوههم فهمتيني. امن حقهم يتخلعوا، هادشي راه خايب بزاف اصاحبي. وصلتهم باللي الا بدات شي حاجه انورمال كطرى لهم في الدار خصهم ضروري يعيطوا ليا باش ضروري غادي نلقاو شي حل لهادشي فهمتيني. ايوا صافي كانت بدات القرايه، انا كنت دافع السونتر وبديت كنمشي واندمجت في الجو ديال القرايه. واحد النهار كنت خارج حتى للسته وجيت عيان من السونتر بزاف مع القرايه وكذا راكم عارفين الخوت. جيت للدار وتلاحيت نعس وانا نحلم باللي اشرف قال لي باللي راه هو مسافر وقال لي باش نتهلا في الوالده ديالو. انا فقت كل عرقان عيطت ليه مع السبعه قلت له واش انت صافا؟ قال لي صافا خويا انا سعادي الحمد لله. قلت له شوف رد البال راسك صاحبي. قال لي اوكي اخي، هو ما فهم والو فهمتيني صراحه ما فهم والو. المهم انا قلت له تهلا في راسك بسبب ديك الحلمه لحقاش تخلعت كتسحب لي بلي غادي طرا لي شي حاجه. صافي وقطعت عليه نهار كله انا مرفوع فهمتيني بحال مقرقاب ولا شي حاجه، حس بحال شي حاجه غادي طرا. المهم كنت قاري غير في الصباح والعشيه كانت عندي خاويه. تغديت ونعست وشويه وانا كنسمع الدقان في الباب لقيتهم الدراري حليت عليهم وانا باقي مرفوع مشقلب في السما فهمتيني بحال ضرب شي دموقه ولا ما عارف شنو. قالوا لي زرير صاحبك راه انتحر، اشرف راه مات انتحر، اشرف هو اللي كنت حرمت به.
قال لي راني غادي مسافر ان شاء الله في الواليده ودابا انتحر. يعني ديك الحلمه كانت عندنا واش يقول لي راني زعما غادي انتحر ان شاء الله ليا في الواليده. وات ذا فاك اشرف انتحر. دابا خوتي انا كنعاود القصه وطلعت معايا التبوليش علاش ما نعرفش شنو هو انتحر وشنو مراد ولا مالكم. مشيت لدارهم لقيت الدنيا مرونه بالبوليس والصطافيط. ناري اشرف مات خويا مات في لحظه. رجع الشريط ديال داكشي كامل اللي دوزناه ملي كنا صغار. مشيت عند امو عنقشها بزاف وبقيت كنبكي معاها بزاف. وفي ديك اللحظه جا السيمو اللي حتى هو كانت عاد وصلاش الخبر بحالي تماما. غسلناه ولكن ما صلاوش عليه لحقاش مات من انتحار. هادشي اللي هما كيسحاب لهم. حنا عارفين باللي اشرف ما غاديش يقدر ينتحر الدراري. شي حاجه اللي دارت ليه بحال هكا كيما طرى للفقيه. ولاش صافي غادي باش ندفنوه. وانا نتفكر نهار اللي حراسو قدام الكاميو قدامي وبديت كنبكي عاوتاني. وصلنا حدا القبر ديالو دفناه وانا شنموت بالبكا. وتسنيت حتى مشى كلشي وعنقت التراب اللي فوق القبر ديالو وبديت كنتفركع بالبكا بزاف. والسيمو راهي حتى هو كنسمع الصوت ديال النحيط ديالو اللي هو ما كانش قد باغي يبكي فهمتيني. كان باغي يصبرني وكذا ولكن المشاعر ديال الالم والحزن كتكون باين. يعني بزز مني غادي تبان في عينيك بغيتي ولا كراجي فهمتيني. صافي شافني في ديك الحاله جرني وقال لي بلي راه خاصنا نمشيو نعاونهم في العشاء وداكشي كامل. صافي ترجلت ومشيت باش نعاونهم. سالا كلشي وانا نطلع لبيتو فين ما ندور كنلقى تصويرته وكنزيد نبكي. شي حاجه اللي بزاف الخوش ما غادي يحس بها غير اللي مجربها فهمتيني. مشات ايام وجات ايام ومازال ما نسينا اشرف. وفي شهر 11 واحد النهار كنت ثاني قاري غير في الصباح والعشيه كانت عندي خاويه. مشيت للدار اللي وليت ما كنخرجش منها كاع مشيني وليت منعزل لواحد الدرجه بزاف. دخلت تغديت ونعست عاوتاني في قنص التليفون. الو يوسف انا السيمو هاد شرفات القياس بسلامه. هو يقطع عليا وات ذا فاك. خرجت بشورتي ديال الناس كنجري للباطيمه ديالهم كنشوف في السطح كنلقى غادي تلاح وبنادم مجموع. ما عقلتش كيفاش حتى وصلت لعندو. وات ذا فاك واش غادي ينتحر حتى هو. حاولت نقنع واش نغوش سيمو خويا واش بغيت تمشي عاوتاني بحالك بحال اصلا غنبقى بوحدي شي انا هنايا. ولكن غير من التعابير اللي شفتهم في وجهو عرفت باللي راه ماشي السيمو هذاك اللي دوا معايا. دوا معايا واحد الصوت اللي ما غريبش عليا. قالت لي يا هذيك عيشه قنديشه عقلتي عليا ياك عقلتي عليا ياك قلت لك راه غادي نكويك في الغالي عليك. ها هو الثاني حتى هو غادي نقتلو. قلت لها صافي غير بعدي منه مشكلتك معايا انايا فهمتيني قتليني انايا بالروج ولا ما تقتليش حتى هو راه نسطا نسطا الحماق. قالت لي انا صرفات الفوج. وانا نسمع الناس يغوشوا شفت الفوق بحال هكا وبان لي السيمو تلاح وتلاح قدامي هو يموت حتى هو. انا بالروج ولا مرض فهمتيني ما فهمت شي حاجه. وليت كنغوت بوحدي في الدار وبقيت بلا قرايه بلا والو. حتى والدي عياو معايا ما خلاو جامعات ما خلاو عاوتاني طبيب. ولكن الغالب الله قالت لي غادي نكويك وكواتني في اعز ما عندي. فهاد الحاله راه ماشي كواتني ديك الكاف ردوها حاء بالرجولة. هذه هي القصة ديالي اللي تزوجت مع عائشة قنديشة في ديك المقبرة اللي كانت بدات بواحد القصة اللي كنعاودها لينا ساد وانا ما سمعتش ليه وسالات بالموش ديال صحابي. النهاية مادافاكرز ايا داري غادي نقول لكم واحد البلان بالرجولة عشان القصة انا اصلا اول مرة غادي نقراها في حياتي كاملة فهمتيني. اقسم بالله الدراري شي كنعاود مني شي بحال وقع ليا انايا. هاد القصه راه ماشي وقع ليا انايا الدراري حيت كاينين شي حمير كيبقاو يجيو لكم كومونتير تقول لي انا علاش كتكذب علينا وات ذا فاك هادشي راه جبتيه من ناسيونال جيوغرافي جبتيه من ام بي سي 2 ام بي سي ماكس. الحمار الحماره الحمير. هاد القصه راه ماشي ديالي راه لقيتها غير في جوجل. هاد الميساج دوك الناس المكلخين اللي خصهم غير يعايروني على اقل حاجه. انا ما داير والو خصهم غير يسبوني فاك اوف. والناس اللي كيبغيوني وعزيز عليهم المحتوى ديالي وداكشي ديال الرعب كنبغيكم كاملين والله حتى كنسطع عليكم وحق الله. بيك كيس فور يو مادا فاكرز. سو كيما قلت لكم الخوت والله شي كنعاود مني شي كنعاود بالاحاسيس وكذا. في واحد الوقيته راه كنت غادي نبكي ملي انتحر داك اشرف في الاول. اقسم بالله الدراري حتى كنت غادي نبكي تاثرت ما كنعاود انا بواحد الطريقه داكشي سبونطاني ماشي كنبقى نفكر كيفاش غادي نقولها ولا كذا. داكشي تيخرج هكاك بحال فغيم وقعت لي انايا. واحد الوقيته حسيت بحال وقعت لي انايا. ارنو مام سايكوز نتمنى تكون عجبتكم هاد الفاكين ستوري. عرفتي والله يشمني شي الدراري وحق الله شي نشومه والله يشمني كنجي ندير لكم شي فيديو والله يشهد داكشي اللي في قلبي تنخرجو ما تنفكر لها لا فهمتيني. اي حاجه في قلبي تنخوي عليكم علاش لحقاش اي فاكين لاف يو اي لاف يو فهمتوني.
شي فيك فاكون شي قدام سكري ما جيب من صوتي فلان صوتي فورم لتقوم كوبان واخد كونك انا ناديك.